تستعد القوات الروسية لغزو أوكرانيا؟ خوف وقلق وتوتر من الأيام القادمة، العالم مهدد بالخطر، قد تكون الحرب العالمية الثالثة وشيكة الحدوث، وقد نسمع قرع طبولها قريبا. روسيا تزحف ب 130 ألف جندي على حدود أوكرانيا، وأمريكا تنقل سفارتها من كييف وتجلي رعاياها. فهل تنجح الحلول السياسية في إبعاد شبح الحرب عن أوكرانيا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دز وهر جديد. طبعا كالعادة للمشترك في القناة يشترك وفعل جرس التنبيهات واديني لايك واكتب لي تحت كومنت شجعني اكمل تجاوز سكور دز. والله ما عندي شيء صراحة اقوله اليوم، الموضوع شوية ساخن. اللي حاب اقوله بس ترى يا جماعة الخير والله انا تعبت في هذا المقطع بشكل غير طبيعي، لاني تعبت في هذا الموضوع لانه الموضوع لسه جديد، فكتبت ومنتجت وصورت في يومين. فعشان كذا اللي يبغى منك يا طول عمر السنة بس تديني لايك ونوصل هذا المقطع لاكبر عدد لايكات ممكن. وما اطول عليكم في المقدمة ونقول بسم الله نبدا الهرجة. أكيد أغلبكم سمع باللي جالس يصير في العالم، الكل جالس يترقب ويراقب إيش راح يصير في أوكرانيا، يمكن اليوم، يمكن بكرة، يمكن الأسبوع الجاي، يمكن الشهر الجاي، أو ممكن يكون هذا كله سيناريو تهويش من الدب الروسي عشان يظهروا قوتهم للعالم. طبعا اللي سمع عن الحرب العالمية الثالثة أقول له شوفوا المقطع لأنه في معلومات مختلفة، واللي ما قسم عن هذه الحرب فهذا الفيديو لك. قبل فترة قريبة انتشرت أخبار عن الحرب اللي راح تصير بين روسيا وأوكرانيا، أو خلونا نقول الانقلاب اللي بيسووه الروسيين على الأوكرانيين، لأنه ما كفهم الغزو اللي سووه عام 2014 على أوكرانيا لما استولوا على شبه جزيرة القرم اللي في أوكرانيا. الروسيين لأنهم شافوا الهرجة سهلة وأخذوا منهم قبل كده جزيرة وما حد تكلم، قالوا خلينا دحين ناخذها كلها، وبرضه ما حد بيتكلم. لكن قبل ما أدخل في التفاصيل خليني أعطيكم قصة دولة أوكرانيا وكيف تكونت باختصار. قبل كم قرن كانت أوكرانيا جزء من الإمبراطورية الروسية قبل ما تصير جزء من الاتحاد السوفيتي، ولما تفكك الاتحاد السوفيتي مع نهاية الحرب الباردة اللي صارت انفصلت أوكرانيا واستقلت بنفسها وصارت دولة مستقلة لحالها. في وقت الانفصال قالت أوكرانيا أنا خلاص ما عاد أبغى أكون مع روسيا، أنا بستقل بنفسي. وقبل كل شيء لازم تعرفوا أن أوكرانيا تعتبر دولة جديدة على الخريطة، حتى ما كملت أكثر من 30 سنة، لأنها ما جت ولا ظهرت إلا بعد ما تفككت أكبر دول الاتحاد السوفيتي عام 1991. وخلوني دحين أفصل لكم الموضوع أكثر. يعني أوكرانيا قبل هذا التاريخ كانت تتبع لروسيا، قبل 1991 كانت أوكرانيا جزء من روسيا. في السنين اللي راحت كان يتولى رئاسة أوكرانيا رؤساء موالين لروسيا، يعني مزبطين معاهم، والأمور كانت ماشية بينهم زي السمن على العسل، زي الحلاوة. لكن بعد 2014 لما روسيا أخذت جزيرة القرم صارت أوكرانيا تبغى تطبق النموذج الغربي وترفض الموالاة لروسيا تماما، يعني تبغى تدخل في الحلف مع أوروبا. وهنا بدأت العلاقات الروسية الأوكرانية تدهور لدرجة أنه حتى الطيران توقف من البلدين من 2015. وزي ما قلت لكم في عام 2014 روسيا ضمت شبه جزيرة القرم لروسيا، وكانت هذه الجزيرة تتبع لأوكرانيا وتعتبر منطقة استراتيجية مهمة جدا في جنوب أوكرانيا. طب ليش الروس كانوا يبغوا يجمعوها معهم؟ أو إيش هو الدافع والأسباب اللي خلتهم يسووا كذا؟ لأنه أصلا من زمان من أيام الانفصال روسيا تعتبر أوكرانيا جزء منها، وفي نفس الوقت تعتبر أوكرانيا الهاجس الأكبر للدب الروسي لأنها على حدود روسيا ونقطة ضعف كبيرة لأمن روسيا. ومن بداية 2014 أوكرانيا صار عندها اتجاه قوي وإصرار أنها تنضم للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. طيب إيش هو حلف الناتو يا دز؟ حلف الناتو للي ما يعرفه هو حلف عسكري دولي بيضم 30 دولة، يعني لو أي دولة من هذه 30 دولة أحد اعتدى عليها تقوم 30 دولة ضد هذا الاعتداء ويفزعوا معاها. وفعلا بدأوا بمحاولات الانضمام لكن روسيا كانت رافضة الأمر تماما ووقفت لهم بالمرصاد، لأنه انضمام أوكرانيا لحلف الناتو يعني تعالي أمريكا اللي هي العدو الأول لإسرائيل وانشري صواريخك في الأراضي الأوكرانية، وبكذا عدو روسيا اللي هي القوات الأمريكية راح يصيروا على بعد دقائق فقط عن موسكو عاصمة روسيا. وهذا الشيء اللي غابر روسيا، يعني ما تبغى تدي مجال لأمريكا أن تمسكها من اليد اللي توجعها. فإيش سوت روسيا؟ شجعت الانفصالية الموالين لها في إقليم دونباس شرق أوكرانيا. هنا بدأت الحرب بين القوات الأوكرانية والانفصالية الموالين لروسيا، يعني روسيا حابة تديهم من تحت الحزام، فرقت بين الشعب الأوكراني نفسه، زرعت الفتنة فيه وهي سوت نفسها بعيدة ما لي أي صلاح في اللي قاعد يصير. فقسموا الشعب الأوكراني لقسمين، قسم يبغى التحالف الأوروبي ويدخل مع حلف الناتو ونسبتهم تقريبا 70%، وقسم يبغى التحالف مع روسيا يبقوا زي ما هم وهذول نسبتهم تقريبا 30%. يعني القسمين ما هم بسيطين، لا 30% بسيطين ولا 70% بسيطين. وهذا الانفصال في الشعب بيسبب كوارث لأوكرانيا نفسها. قبل ما يستفيد من هذا التقسيم روسيا ولا أمريكا، تخيلوا أن الحرب هذه اللي بدأت في 2014 مستمرة إلينا اليوم، على الرغم أنه تاريخ أوكرانيا وروسيا يبين أنه البلدين ما زالوا مرتبطين مع بعض ثقافيا،
لكن صار اللي صار، أوكرانيا قررت أنها تبتعد عن روسيا وقررت أنها تستقل لحالها في السنوات الأخيرة. وهنا روسيا اعتبرت أن أوكرانيا خسارة كبيرة لها. ودحين قبل كم يوم بدأت روسيا تحرق قوات ضخمة لحدودها مع أوكرانيا، حركت 130 ألف جندي بدباباتهم، طياراتهم، غواصاتهم، كل أسلحتهم الفتاكة وأسلحة دمار شامل، صواريخ نووية، عشان تقول لأوكرانيا والعالم كله بطريقة غير مباشرة أنه انضمام أوكرانيا لحلف الناتو يعني اجتياح روسيا لأوكرانيا. لكن قدام الناس ايش تقول روسيا؟ انه تحريك الجنود هذا موضوع طبيعي، وان هي حرة في تحريك جنودها على ارضها زي ما تبغى، وما عندها ابدا اي نية في انها تهجم على اوكرانيا، وانه كل هذا الزحف والتجهيز بس تدريبات للجيش، لانه تعرفوا مع البرد تتجمد الاسلحة، فلازم نحركها هي وجنودها عشان كذا ما يتجمدوا يسوقوها على العالم. طب هل فعلا روسيا جالسة تجهز الحرب على اوكرانيا؟ اقول لكم ممكن، وبفصل لكم الوضع اللي جالس يصير. تخيلوا انه في تقريبا 130 الف جندي من الروسيين معسكرين قريب من حدود اوكرانيا، وفي نفس الوقت امريكا وفرنسا وبريطانيا طلبت من مواطنيها انهم يغادروا اوكرانيا، حتى روسيا بنفسها طلبت من المواطنين اللي موجودين في اوكرانيا انهم يرجعوا لبلدهم، لانه في احتمال كبير جدا انها تقوم حرب، لانه متوقع انه غزو اوكرانيا صار شبه اكيد. طلعت امريكا تقول انه روسيا جهزت كل القوات اللي عندها عشان تبغى الحرب وتبغى تغزو اوكرانيا، وفي نفس الوقت تطلع روسيا وتقول انه ما عندها لا خطط للغزو ولا شيء، لكن ممكن اللي يصير في الأيام الجاية يعرض المنظومة الأمنية الأوروبية كلها للخطر، على الرغم من أن روسيا تحاول تنفي هذا الشيء. وطبعا بالعقل لو كانت روسيا بتغزوهم أكيد ما راح تصرح بهذا الموضوع قبلها بكم أيام ولا بأسابيع ولا بشهور، طبعا هذا على كلامهم. عشان كده طلع مدير مخابرات الروسي سيرجي نارشكين وقال أنه كل اللي قالته أمريكا عبارة عن كذب في كذب. لكن لو احنا شفنا الموضوع من جهة ثانية نلقى انه في احتمال كبير لهجوم روسيا على اوكرانيا. ليه؟ اقول لكم ليه. لانه روسيا غزت اوكرانيا قبل كذا لما اخذت جزيرة القرم وما حد تكلم، ومو مستبعد ابدا انه تغزوهم مرة ثانية، لكن ما حد متأكد 100% من عزم الدب الروسي للغزو. دحين الوضع متخبط وما حد فاهم ايش الهرجة، وممكن يكون الوضع زي وقت ازمة الصواريخ الكوبية لما كانت امريكا بتدخل في حرب نووية مع الاتحاد السوفيتي 1962. بس هنا صرحت أمريكا وغيرها من دول الناتو إنها ما تخطط أبداً إنها ترسل قوات قتال لأوكرانيا، يعني لو صار فعلاً في حرب وفي بكوس وفي غزو إحنا ما لنا صلاح لا أمريكا ولا دول الناتو، لكن بتحاول تساعد أوكرانيا إنها تدافع عن نفسها. والحلقة الأخيرة من كل هذا الهرج والمرج بنشوفه في الواقع في الأيام الجاية. وأخيراً ما نعرف إذا كانت هذه حرب ولا خدعة ولا تلفيق لأغراض معينة ومصلحة سياسية وفيها كسب دراهم، لكن كل اللي نعرفه انه هذا الشيء لو صار فعلا راح يكون له عواقب وخيمه، خصوصا انه كل واحد بيهدد الثاني بتحالف غريب. يعني مثلا روسيا تحالفت مع الصين ومع كوريا اللي رئيسهم مجنون، يعني ثلاثه تحالفات من اخطر التحالفات في العالم، وكلهم عندهم نووي واسلحه دمار شامل. وازيدكم من الشعر بيت انه كوريا عندها قنبله كهرومغناطيسيه بتهدد فيها امريكا، وممكن في الايام الجايه ينضم لهذا الحلف ايران، وهنا بيدخل العالم فعلا في خلاط. وبكذا انتهينا هرجتنا. لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعل جرس التنبيهات، واهم شيء صلي على الحبيب قلبك طيب، وفمان الله.